انا مقدره جدا مدى حرصكم ان انتوا تعملوا الحلقه في ميعادها، ويبقى في اسبوع واحد بتعملوا فيه الساعتين، لكن صدقني ممكن يكون في بعض الاخطاء، يعني في ناس هتنسى التليفون بتاعها، لابسه ساعه في زمن قديم، وهكذا من اخطاء الراكور ده ممكن يفصل المشاهد عن الحقبه الزمنيه اللي انتوا مركزين عليها، فبتعملوا ايه بقى في الاخطاء دي؟ يا اصل في الحقيقة التصوير الذي يتم في وقت بسيط وقصير ومختصر يكون فيه بعض المشاكل، لكن أغلب هذه المشاكل تكون مشاكل المونتاج. في خلال 6 أيام يكون السيناريو المحدد يكون قد تم تصويره. إذا حدث أي خطأ في التصوير هنا، مثلا صديقنا رحمة الله عليه إردا الذي كان يتوسل لسعد الدين كوبيك، ومن ثم بعد ذلك شخصية أريس الذي أصبح أحمد بعد ذلك، في حين كنا سنقتل شخصية أريس كان أرتورل يلقي بالسهام وحركات أخرى، وأحد الأشخاص كان يقع على ظهره. في هذه الأثناء وقع التليفون الخاص به معه إلى الخلف، هذا طبعا خطأ كبير، ونعم حدث ذلك في عدد من المشاهد بعد ذلك، لكن أصدقاؤنا في المونتاج كان عليهم أن يكونوا أكثر حذرا وأن يتم حذف المشهد من المونتاج. لكن في الطبيعي نحن في 6 أيام هناك فريقين نقوم بالتصوير بشكل مريح جدا. طبعا ان هناك وقت طويل للتصوير، ان كان هناك وقت طويل للتصوير تخرج اعمال جيده بالطبع لا خلاف، لكن ايضا في الوقت القصير، لكن اخطاء المونتاج هي التي تصنع مشاكل. يعني كان هناك مساعد صديقنا للمخرج في احد المشاهد في الكواليس خلف احد الممثلين، والتصوير يتم من خلف احد الاشجار، ظهر هذا الصديق من الخلف وكان يرتدي نظاره، وخرج هذا في الحلقه مباشره. يوجد مثل هذه الأشياء في مسلسل قيامة أرتورل. هذه أخطاء المونتاج، لابد أن يكون لديهم مراجعة جيدة للمشاهد. إن كان هناك خطأ في هذا المشهد لابد أن يقوم بوضع مشهد بديل آخر له. يعني إن كان هناك مشهد رقم 5 من الممكن أن تضع بديل من المشهد رقم 3، لأن قد يكون هناك خطأ في ظهور تليفون أو نظارة بهذا الشكل.